من كل قلبي عايز أشكر ربنا على الطريقة اللي استخدم بيها حلقات مدرسة المسيح لربح وتشجيع وبناء حياة الكثيرين بمختلف طوائفهم. لما جاء المسيح ودعا بطرس وأندراوس أن يتبعاه قال لهم كده: هلما ورائي فأجعلكما صيادي الناس. دعاهم أن يكونوا تلاميذ، وعدهم أن هو حيصنع منهم خدام حقيقيين يؤثروا ويربحوا الكثيرين لملكوت السماوات. أصلي أن ربنا يستخدم الحلقات اللي جاية دي تحت عنوان حياة الخادم لتصنع خدام حقيقيين بنعمة الله يعيشوا بأمانة لمجد الرب. آمين. أحبائي، عزيزي المشاهد، أرحب بكم في حلقة جديدة في رحلتنا حول برنامج سميناه حياة الخادم. وفي المقدمة خدنا 5 حلقات عشان نصور الصورة اللي قدام حضراتكم ديت، اللي هي مسميناه مربع حياة الخادم، وقلنا ده الكريكولم، ده المنهاج اللي هنحاول أننا نغطيه بقدر الإمكان. وفي الجزء ده رحنا للشركة وتكلمنا عن شركتنا مع الابن ومع الاب ومع الروح القدس. اسمحوا لي نروح الناحية التانية، اسمحوا لي اخدكم للناحية التانية، الحديث عن الرؤية. وده هيساعدنا قوي لما نيجي نتكلم عن مرة تانية، نرجع ازاي ان دور الابن هو الدور النبوي. ويمكن الموضوع ده من اكتر الحاجات اللي هتساعدنا نفهم يعني ايه الدور النبوي. احنا خدنا في العلاقات انا بعكس صورة ربنا، انا بقدم ربنا الصحيح، انا بقدم الاب السماوي، انا بتكلم عن علاقة الاب بالابن، الابن بالاب والاب بالابن. الجزء ده عويص شوية وفي لخبطة كتيرة قوي في مفاهيمنا ليه، وهنحاول بقدر الإمكان نمشي بشويش عشان نتأكد إن إحنا مستوعبين القضية ديت بشكل أو بآخر. 3 عبارات حطيتها في المقدمة هتساعدنا كده وإحنا ماشيين. الرؤية هي البوصلة اللي بتحدد المسار والمسيرة. وإنت بتبحر في البحر مفيش علامات على الطريق، فالقبطان طول الوقت حاطط قدامه إيه؟ بوصلة. هو عارف الخريطة ان هو طالع مثلا من اسكندرية طالع على مثلا قبرص، فيبقى هو طالع شمال، فبيظبط البوصلة على الشمال، فضل ماشي على الشمال كده يلاقي قبرص في وشه، مش كده؟ لو هو رايح مثلا ايطاليا هيبقى رايح شمال غربي، مظبوط؟ فبيظبط على زاوية البتاع ده ويمشي عليها كده 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 يلاقي نفسه وصل ايطاليا. واضح؟ البوصلة بتحدد المسار، بتحدد المسيرة. لما بعيش كفرد او ككنيسة بدون رؤية مفيش بوصلة، فبنمشي كده وبنمشي كده وبنروح هنا وبنروح هنا لان مفيش بوصلة. يمكن عارفين عايزين نروح فين، بس البوصلة هي اللي بتخليني اعرف اوصل. الرؤية هي البوصلة اللي بتحدد المسار والمسيرة. حاجة تانية، الرؤية بتصنعني مش بصنعها، وده عكس تصورات الناس. لما يبقى عندي رؤية واضحة بعيش من أجلها بتشكل حياتي، زي ما أن علاقتي مع الابن بتشكل حياتي، زي ما علاقتي مع الآب بتشكل حياتي، زي ما أن علاقتي مع الروح القدس بتشكل حياتي. لما يكون في رؤية، الرؤية تصنعنا. في واقع الأمر في حياة الناس والشركات مثلا، الكلمة دي مستخدمة دلوقتي في البيزنس كتير قوي، رؤية هذا المؤسسة، رؤية هذا الكيان، رؤية هذه الشركة، لازم يحددوا رؤى ليها، وبيعملوا حاجة اسمها vision statement كده، اللي هي العبارة الرؤوية، وبعدين يحطوا mission statement وشوية كلام كده مشهور جدا في عالم البزنس. ويعني حاجة جميلة، ابتدت الدراسات دي تدخل الكنائس بحيث الكنيسة بقى عندها mission statement وvision statement والحاجات الجميلة ديت. يعني في أغلب العالم دوت إحنا اللي بنحط رؤانا، إحنا بنصنع رؤانا. أنا بقول دي رؤيتي، نجتمع كده ونحدد الرؤية اللي إحنا عايزين نعيش عشانها، فنحن نصنع الرؤية. في العالم الروحي لا، العكس، الرؤية تصنعني تشكلني.
مش أنا اللي بصنعها. عبارة تانية مهمة قوي وحنجيلها في الدراسة بتاعتنا. عبارة تالتة، الرؤية حاجة بستقبلها، زي ما أن النعمة بستقبلها، زي ما أن محبة الآب بستقبلها، زي ما أن الامتلاء بالروح القدس أنا بستقبله. الرؤية حاجة أنا بستقبلها من الله، إعلان الله ليا بستقبله، على مرصادي أقف، على الحصن أنتصب. هتشوف الحكاية ديت عشان أعرف بماذا أجيبه عن شكواي، ربنا هيقول لي إيه، ربنا هيكلمني إزاي. فأنا دي حاجة بستقبلها، وبعدين يحصل لها إيه؟ وبعدين تعيش فيا وأحملها في أحشائي وأفضل شايلها جوايا وعايشة جوايا، عشان كده هي بتشكلني، لأن حاجة بتعيش جوايا لغاية لما أولدها، لغاية لما أولدها. كلام كبير صح؟ مش كتار من الخدام يعيشون لرؤى استقبلوها يحملوها ويلدونها. أغلب الخدام بيدور في ساقية، بيدور في ساقية، بيعمل اللي يلاقيه، ده كويس، بيعمل اللي طلب منه، حلو، بيعمل تأثير، لكن التأثير اللي بيحصل فيه واللي بيحصل عن طريقي لما بيكون في رؤية واضحة حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص. افتكروا ثلاث عبارات دول لأن هنرجع لهم عبر الدراسة بتاعتنا وإحنا بنبحر في مشروع الرؤية. شوية آيات، شوية آيات جت فيها الكلمة دي رؤية. أمثال 29-18، بلا رؤية يجمح الشعب، أما حافظ الشريعة فطوباه. يجمح يعني إيه؟ يعني يشت، يشت، مفيش إيه؟ مفيش بوصلة. مفيش بوصلة بتحدد المسار وبتحدد المسيرة. آية تانية، حبقوق، فقال كده على مرصادي أقف على الحصن أنتصب، وبعدين فأجابني الرب وقال، رد علي، حصل الإعلان، أكتب الرؤية اللي أنت شفته ده، اللي انت سمعته ده، اكتبه وانقشه على الالواح. يحصل ايه؟ الناس اللي تقراه تعمل ايه؟ تركض. انت اللي انت استقبلته ده اتكتب باحرف واضحه، معالم واضحه للشعب، الشعب شاف، يعمل ايه؟ هيجري في السكه دي. فالرؤيه هتقودك وهتقود الايه؟ الشعب اللي معاك، هتقودك وهتقود الجماعه اللي انت بتخدمها. شاهد ثالث، ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخك أحلاما ويرى شبابكم رؤى. هل الشاهد ده بيتكلم عن الموضوع بتاعنا ولا لا؟ هنجيله هنا. ريفيليشنز، إعلان. الإعلان ده ممكن يبقى رؤى من أجل الرؤية، وممكن رؤى من أجل حاجات تانية. خلي بالكوا من الكونفيوجن اللي بيحصل من استخدام نفس الكلمة في مواضيعها المختلفة، بس احنا حطينا هنا عشان خاطر نتأكد ان في الاخر عندنا فهم مشترك. أشعياء 6:1 دي جميلة قوي، دي واحدة من الاختبارات القوية اللي بتفهمنا معنى الرؤية وعلاقتها بأمور أخرى هنجيلها حالا. في سنة وفاة عزية الملك، رأيت السيد الرب جالسا على كرسي عال ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل. وبين حصل حوار جميل جدا، حصل حوار جميل مهم قوي هنجيله وإحنا بنتكلم عن تأثير الرؤية على حياتي، إزاي الرؤية دي غيرت حياته وحددت المسار والمسيرة اللي عاش فيها إشعياء. واضحة؟ واضح بنقول إيه؟ ماشي أوكي. عشان نقول فين مثل في الكتاب شرح لنا رؤية صنعت إنسان ولم يصنعها، رؤية من الله استقبلها إنسان وحملها لغاية لما ولدها، عايزين مثل تتحقق فيه الكلمات الأولانية ديت. بصلة صنعته ولم يصنعها، حبل بها وعاشت في أعماقه لكي يلدها. فين مثل يورينا الأبعاد بتاعت الرؤية ويورينا المحتوى الحقيقي بتاع الرؤية؟ عندنا مشاهد كتيرة منها إشعياء 6 ديت وقصة حياة إشعياء، لكن أشهر مثل أظن أنه موجود في الكتاب يعبر عن الفكرة دي في العهد القديم وربما حتى في العهد الجديد هو موسى. موسى
موسى هو أشهر قصة بتعبر عن الحكاية دي، فاسمحوا لي نقراها وبعدين نبص جواها كده، هناخد حتة كده نقرأ. بصوا قد إيه اللي هنقراه، يا نهار أبيض. ماشي، فهنقرأ حتة طويلة كده عشان خاطر نفهم الفكرة. أما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميكه النديان، فساق الغنم إلى وراء البرية، خدها وبعد قوي، وجاء إلى جبل الله حوريب. رأوس لغاية الجبل الله اللي هو كان اسمه، اللي هو تسمى بعد كده جبل الله حوريب، لأن ربنا ترأى عليه على هذا الجبل، ما كانش اسمه كده وقتها. وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط علاقة، فنظر وإذا العلاقة توقد بالنار والعلاقة لم تكن تحترق. فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العلاقة؟ فلما رأى الرب أنه ملل ينظر ناداه الله من وسط العلاقة، قال: موسى موسى. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تقترب إليها هنا، اخلع حذائك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. ثم قال، خلي بالكم بقى من الحتة اللي جاية دي: أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فغطى موسى وجاه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. فقال الرب: إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم، فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين، وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة الأرض تفيض لبنا وعسلا، إلى مكان الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليابوسيين. والآن هو ذا الصراخ من إسرائيل قد أتى إلي، ورأيت أيضا الضيقة التي يضيقهم بها المصريون، فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعب بني إسرائيل من مصر. فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ فقال: إني أكون معك، وهذه لك العلامة أني أرسلتك، حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. قصة رائعة غيرت مجرى تاريخ، وصنعت من هذا الرجل نبي العهد القديم موسى، مش كده؟ القصة دي فيها محتويات كتيرة جدا 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 تشرح لنا المقصود بالعنوان ده، الرؤية. الرؤية والفرق بينها وبين شوية كلمات تانية هنجيلها حالا بعد شوية، اللي هي الدعوة، اللي هي الخدمة، اللي هي الأهداف، اللي هي الأحلام بتاعتنا. دي كلمات تانية بتختلط اختلاط هائل جدا مع الرؤية اللي بنتكلم عنها، اللي بتصنعني مش بصنعها، اللي بستقبلها وبتعيش جوايا، اللي بتبقى البوصلة اللي بتحدد المسار والمسيرة. فاحنا عايزين رؤية تنطبق فيها الثلاث مواصفات الأولين دول. أكتر قصة تنطبق فيها المواصفات ديت هي قصة مين؟ موسى. عارفين احنا حكاية موسى صح؟ وإزاي إنه كان في الوقت دوت الأطفال الولاد بيقتلوا، وبعدين أهله رأوا إنه جميل فحافظوا عليه، وبعد ثلاث شهور قال لك ما قدرش أحتفظ بيه كده، حطوه في سبت ونشوف النهر كده، وفضلت أخته ماشية وراه، بنت فرعون لقيته خدته، راحت له، راحت أخت موسى قالت له محتاجة مرضعة ليه، ما بنت فرعون مش بترضع، مش متجوزة، ما عندهاش لبن، قالت له آه، فراحت جايبة أمه، لا هي المرضعة ترضع الولد، فأمه أرضعته فعلا، لكن أرضعته ليكون ابن ابنة فرعون وليس ابنها. وكبر موسى وتعلم بكل حكمة المصريين، لكن فهم أصله، وبعدين حس في وقت من الأوقات أن يمكن يقدر يعمل حاجة عشان يساعد عشيرته وأهله العبرانيين، فلقى مصري بيظلم يهودي أو عبراني فقتل المصري، وبعدين لقى اثنين عبرانيين بيتخانقوا مع بعض، فراح عشان يصلح بينهم، قالوا أنت ملك ومن أقامك علينا قاضيا، وأنت فاكر الحكاية، أنت هتقتل واحد زي ما قتلت المصري، ففهم أن الخبر بتاعه اتكشف، فهرب من وجه فرعون 40 سنة، كان عنده 40 سنة، هرب وراح في برية سيناء، وهناك تقابل مع يسرون وجوز بنته، عارفين القصة دي صح كده؟ 40 سنة، فبقى عنده كم سنة؟ 80 سنة، وعنده 40 سنة قال لك أنا أقدر أعمل حاجة وحقق لربنا الوعد القديم بتاع أن الشعب ده يرث أرض الموعد، وفشل فشلا ذريعا لأن عملها بإيه؟ بدراعه. وهرب 40 سنة، بعد ما واخد دكتوراه في الاركيتكت وفي الماس وفي المش عارف ايه وفي التحنيط، تعلم بكل فنون المصريين وبعلمهم، واضح ان احنا عاملين لغاية دلوقتي نكتشف انهم كانوا متقدمين في العلم بشكل يعني احنا مذهولين لغاية دلوقتي، في حاجات لغاية دلوقتي مش عارفين اسرارها، زي التحنيط وزي بنوا الهرم ده ازاي اصلا، الكمية الحجارة دي طلعوها ازاي، الارتفاعات دي، احنا لغاية دلوقتي بنحط النظريات للي هم عملوه وعملوه من الاف السنين. المهم
وبعدين جت قصة ان ربنا تراءى ليه في العليقة. العليقة يعني حتة شجرة كده ملهاش اسم حتى. نار مولعة ومش بتحترق. فراح يميل فربنا كلمه. القصة دي بتورينا الملامح الرئيسية لما نسميه رؤية استقبلها شخص صنعته لم يصنعها، عاش بها، وربنا استخدم هذا الشخص بشكل هائل في تغيير التاريخ. مظبوط كده؟ مظبوط كده. طيب لو جينا للعناصر دي عشان نحط عناصر هذه الرؤية هنشوف ايه؟ هنشوف الجزء الاولاني من القصة. هو بيدور، هو بيعمل ايه؟ هو بيدور. ساق الغنم الى ما وراء البرية، بعد قوي المرة دي، بعد قوي، رايح بعيد وكأنه بيدور. بيدور، عنده أسئلة، عنده أسئلة. فين ربنا اللي وعدنا؟ فين اللي مش عارف ايه؟ فين ايه؟ فين ايه؟ فين ايه؟ مظبوط، عنده أسئلة كتير قوي. وراح اللي جاب، جميل ان يقول الكتاب ذهب الى جبل الله حريب، اللي تسمى بعد كده جبل الله حريب، لكن في ذلك الوقت ما كانش اسمه جبل الله حريب. وبعدين ربنا كأنه بيجرب، هو فعلا انترستد، هو فعلا مهتم يعرف وبيدور، ولا هو يعني كده بس ايه طولت منه يعني، فهماني يعني مشي شويه زياده وبعد شويه زياده. فظهر الله في الصوره الغريبه دي، عليقه تتوقد بالنار ولا تحترق. لو انت لوحدك في حته بعيده اخر الدنيا وشفت المنظر ده، ويمكن اغلب الظن مش عارف اغلب الصور ليه بتجيبها انه كان ليل فالنار باينه بالليل، يمكن في النهار حته شجره كده مولعه يمكن ما تثيرش الاهتمام، لكن مش عارفين كان نهار ولا لك، اغلب الظن كان ليل. لو انت لقيت المنظر دوت تميل لتنظر ولا تاخد ديلك في سنانك وتهرب؟ اغلب الظن هتاخد ديلك في سنانك وتهرب. كويس. فمال لينظر، فلما راى انه مال لينظر، انه انترستد، انه مهتم، انه شغوف، انه مش خايف، ناداه. طب انت بقى تخيل بقى المنظر ده وبعدين تسمع صوتك بقى بيتندى، واخد بال حضرتك يعني موسى موسى، فاهم يعني يلوي يعني تحس ان في هنا. فقال ها انا ذا. رد فعلي يدور على الشغف والرغبة، وانه لما ساق الغنم الى وراء، رايح بعيد، رايح في خلوة، رايح يدور على الحقيقة. وربنا بيمتحن البحث المخلص ده بصورة ممكن تكون مرعبة. هو بيميل لينظر، بيناديه، بيرد، بينض، وبعدين اخلع نعلك من رجليك، الارض اللي انت واقف عليها ارض مقدس. هو لما سمع خاف أن ينظر فغطى وجهه، لأن هو الفكرة اللي كانت عندهم أن اللي يرى الله يعمل إيه؟ يموت. وإحنا فين بعد كده؟ أنك عشان تشوف ربنا تموت، مش لما تشوف ربنا تموت. يعني هما كانوا فاهمينها غلط، كانوا فاهمينها بالعكس، مش اللي يشوف ربنا يموت، أنت عشان تشوف ربنا تموت، فاهم؟ لما تموت هتروح تشوفه، فاهم؟ بس هما فهموا أن اللي يشوفه إيه؟ يموت. وتكررت كثير في العهد القديم الحكاية دي، فاهم؟ فربنا تكلم. قال ايه؟ قال ايه؟ يعني الجزء الاولاني ده كله، ده السيناريو اللي بيوريه لو انت مهتم، لو انت عايز، لو انت مخلص، ربنا هيعلن لك. لو انت عايز تستقبل، لو انت ضابط الجهاز بتاعك على الموجة الالهية هتستقبل. ربنا قال له، قال له ثلاث حاجات، ستة سبعة ثمانية، ستة سبعة ثمانية. أنا إله إبراهيم وإله إسحاق، إله أنا إله أبائك. اثنين، رأيت مذلة شعبي في مصر وسمعت صراخه من أجل المسخرين وعلمت أوجاعهم. ثلاثة، نزلت لأنقذهم. قال له ثلاث حاجات. الثلاث حاجات دول في الثلاث مربعات اللي قدامه. ربنا بيعلن لموسى هو مين، أنا مين، أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أنا إله أبائك. فربنا الأول بيقول له هو مين، بيعلن شخصه لموسى، وده مهم قوي. وبعدين بيعلن قلبه حاسس بايه وشايف الشعب بتاعه شكله ايه. رأيته وسمعته وعلمته، رأيته مذلة شعبي، سمعته صراخه من اجل موسى، علمته أوجاعه. كويس. فبيقول له، بيخليه يشوف ويسمع اللي هو شايفه وسمعه. بياخد موسى عشان يحطه مكانه فيرى الشعب من المنظار الالهي. واضح الفكرة؟ ثلاثة،
بيقول له هو انا هعمل ايه، انا نزلت لانقذهم واسعدهم الارض دي واهديهم الارض الفلانيه دي، ارض امورين وحسين ويبوسين، وبيحدد جغرافيا مكان الارض اللي هو هيعطيهم اياها. واضحه الفكره؟ خلي بالكم من الثلاث كومبوننت دول، الثلاث محتوى، ده محتوى الرؤيه، ده المحتوى. اشعيا حصل معاه نفس الحكايه، رأيت السيد الرب، دي البداية، ربنا تراءى لي، أنا شفت هو مين. وبعدين قلت ويل لي لإنسان نجس شفتين وساكن بين الشعب، فجاء الملاك وأخذ جمرة من على المذبح ومس بها شفتيه. واضح اللي أنا عايز أقوله؟ وبعدين ربنا ابتدى يتكلم معاه. البداية الحقيقية لما نسميه رؤية هي رؤية الرب نفسه، أشوفه هو، أشوفه إيه؟ خلي بالكم من البعد ده، أشوفه وهو بيقول لي أنا إله التاريخ، أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أنا مش 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 أسطورة، أنا مش أسطورة، أنا إله أبائك، وأنت عارف قصصهم وحكايتهم واللي عملته أنا إيه معاهم، أنا إله التاريخ، أنا الإله القادر على كل شيء، أنا إله المواعيد، أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إله أبائك، فاهم؟ انت عمال تقول هو وعدنا بحاجه وما حصلتش، فانا اله المواعيد، فاهمين عايز اقول ايه؟ فبيعلن له الاله الحقيقي، اله التاريخ القادر على كل شيء، اله المواعيد، اله المواعيد، انا قلت حاجه وهعملها يا موسى. مهم قوي الاعلان دوت، لانه غير ما اشوف ربنا في حجمه الحقيقي، في حجمه الحقيقي اللي هيطلبه مني في الاخر مش هصدقه، بلاش اللي هيطلبه مني، اللي هيعمله هو مش هصدق ان ربنا هيعمل اللي هو بيقول عليه، لان لازم اشوف القادر اللي يقدر يعمل الحاجه دي. ربنا قال انا هعمل كده وانت تقدر عليها؟ ربنا بيقول قبل ما هعمل كده بيقول لي ايه؟ انا القدير، انا القدير. اذا ما شفتش ده مش هصدق ده. واضحه الفكره بقولها؟ شكان ما ابتداش بده، ابتدى بده مع اشعياء، ابتدى بده رأيت السيد الرب. عشان كده هنتكلم عن الشركة الأول، علاقتي كابن، شركتي مع الآب والابن والروح القدس هي اللي بتساعدني أني أستقبل إعلان الله عن نفسه ليا، الإله القادر على كل شيء، إله التاريخ، إله المواعيد، إله الأمانة. عشان يجي يقول لي أنا نازل أغير التاريخ، أنا نازل أنقذ هذا الشعب من أيدي المصريين وهي أكبر إمبراطورية في ذلك الوقت، وأعطيهم الأرض دي، أرض الأموريين والحسينيين، اللي هي أرض كنعان اللي هي معتزة وقوية وإيه بقى وجبابرة. أنا مش نازل أعمل مؤتمر، أنا مش نازل أعمل نهضة، أنا مش نازل أبني مستشفى، ها؟ لا، هكبير أوي. فلازم اشوف ربنا في حجمه عشان بيقول لي هو هيعمل ايه اصدقه. طب ايه اللي في النص ديت؟ ايه اللي في النص؟ ليه بيقول له رايت مذله شعبي؟ طب انا واحد منهم، انا عارف. لا لا، انت شايف الناس بس انت مش شايف انا شايفهم ازاي. انت شايف الناس فتعاطفت معاهم، بس عند اول تهديد عملت ايه؟ هربت وجريت. انا عايز انقل لك قلبي، عايز أنقل لك اللي جوايا ناحية هذا الشعب. رأيت مذلة شعبي، سمعت صراخهم من أجل مسخي، علمت أوجاعهم. فأنا في الرؤية محتاج أشوف ربنا كشخص وأدخل قلبه وأشوف قلبه ناحية الناس اللي هو هيقول لي هيعمل إيه معاهم، عشان لما أشوف هو هيعمل إيه أبقى أنا عندي القدرة الإلهية والوجد الإلهي، الباشن، الباشن، الوجد، النار الإلهية. فربنا يملأ علي بشخصه ويملأ قلبي بقلبه، فيبقى جوايا ناحية شعبي اللي هيبعتني ليهم دول، ها، أو الناس اللي هو هيبعتني ليهم، يبقى جوايا اللي جواه. وبعدين بيقول لي انا هعمل ايه، انا هعمل ايه ده كما ونوعا، ما قالوش انا هباركهم، انا هعمل عمايل.
انا هفرتك الدنيا. ايه الكلام محدد؟ انا هخرج الشعب ده من هنا وحديله المكان هنا والمكان ده مكان كذا وكذا كذا، يعني محدد المكان الجغرافي والارض دي تفيض لبنا. موسى ما كانش زار، ما يعرفش، بس بيصف كما ونوعا ما سيفعله، بيرسم صوره واضحه المعالي. انا هعمل ايه يا موسى؟ لغايه دلوقتي موسى ليه اي علاقه بالموضوع؟ ربنا بيشاركه عن مين؟ عن نفسه. انا مين؟ قلبي ايه؟ انا هعمل ايه؟ صح، هي دي الرؤيه، ملهاش دعوه بيها خالص. اعلان بستقبله مع الله. احنا مرات كتير بن عايزين نشوف الاول يا رب انت ناوي تعمل ايه، بس هو لو قال لنا ناوي يعمل ايه من غير ما يقول واحد واثنين مش هنصدق، او هنسمع نمر التلاتة ديت اللي على مزاجنا او اللي على قدنا. لكن ربنا بيشارك بالترتيب، انا قلبي هعمل ايه. وخلي بالكوا ده عدد 6 7 8، تلات اعداد رص جنب بعضهم ما فهمش اي تفاهم. ودي الايات اللي انا قريتها، انا اله ابيك، رأيت مذلة، سمعت، علمت، نزلت لأنقذهم. عدد عشرة. طب انت بتقولي الكلام ده ليه؟ عشان انا عندي دعوة على حياتك. عشان كده على طول هنقول الفرق ما بين الرؤية والدعوة. انا عندي دعوة، انا جاي ادعوك تيجي تشتغل معايا في المشروع ده، تيجي تشتغل معايا في العملة اللي انا هعملها ديت. طب انا دوري ايه؟ انت تروح لفرعون وتقول له اخرج شعبي. حاجة اقدر اعملها صح؟ انا اقدر اروح واقول الكلمتين دول صح؟ بس مين اللي هيخرج الشعب؟ ربنا. ففي دوري ربنا بيطلب مني حاجة انا اقدر ايه؟ اعملها. بس عشان اعملها محتاج معونة الهية رهيبة، عشان الشجاعة والايمان، ها؟ مش عشان القدرة. اقدر اروح لموسى اقول له طبعا هقبض عليا وحطني في السجن وهو ده بيدور عليا، ده انا كنت قتلت ده 40 سنة، ده الفرعون ده غير الفرعون اللي انت، ده غالبا ابنه، ده غالبا اخو امك اللي هي تبنتك، يعني دي قصة تانية خالص، فاهم؟ بس يعرفني، فاهمين بقول ايه يا جماعة؟ القصة دي بتوريني الفرق الهائل بين ما نسميه رؤية وبين دوري، دعوة الله لي للمشاركة في هذا الحلم الإلهي، في هذا المشروع الإلهي، في هذا المشروع الإلهي. وعشان كده هو أول حاجة قالها بعد كده، من أنا؟ أنا مين أنا؟ أنا مين أنا عشان أعمل كده؟ أنا مين أنا عشان تستخدمني؟ أنا مين أنا عشان أشارك معاك؟ الإجابة بسيطة قوي، أنا أكون معك. انت كل اللي محتاجه معايا عشان تقوم بدورك ان انا اكون معاك. فدوري غير دور ربنا. اللي انا هعمله انا هشارك ربنا في اللي هو عمله. هو هيخرج هذا الشعب، نذلت لانقذه واصعده واعطيهم الارض ديت. انا دوري روح لفرعون وقول له اطلق شعبي ليعبدني. مظبوط. من انا؟ قال له انا اكون معك. والعلامة اللي بقول لك عليها عشان تعرف اني كلمتك، ان لما الشعب لما يخرج هيعبدني فين؟ في هذا الجبل. هتيجي هنا. شوف انا وانت لوحدنا كده هتجيب الشعب ده 600,000 راجل ومش عارف ايه، وهتعبدني هنا وهتشوف اللي انا قلته لك ده حقيقي. ايه هي الدعوة؟ الدعوة هي أن الله يدعوني للقيام بمأمورية محددة لها زمان ومكان، وتتغير الدعوة من موسم إلى موسم في حياة الخادم. هنجيلها حالا الحكاية دي في قصة موسى نفسه. الرؤية إعلان الله بيعلن لي عن شخصه وقلبه ومشيئته. هيعمل إيه؟ بيقول لي أنا، هو بيقول لي هو هيعمل إيه. الدعوة ربنا بيدعوني للقيام بدور محدد له زمان وله مكان، وغالبا الدور ده المهمة، بلاش الدور، المهمة ديت اللي ربنا بيديهاني بتتغير من موسم إلى موسم. ناخدها في قصة موسى. موسى المرحلة الأولى كان الدور بتاعه
يروح لفرعون ويضرب أرض مصر بالعصاية، وربنا ربنا اللي بيضرب، هو بس يمد العصاية، صح كده؟ فكانت الدور الأولاني بتاعه مرتبط بإخراج الشعب. الشعب خرج، دوره اتغير، دوره اتغير خالص، طلع الجبل وجاب الشريعة والخريطة وبناء خيمة الاجتماع، دوره اتغير خالص من قائد روحي بيقود الشعب بآيات وعجائب للخروج إلى دور زي ما نقول عليه رعوي تلمذي، بيجيب كلمة الله وبيعلم الشعب وبيقسمهم مجموعات صغيرة، أي مجموعات صغيرة، ها خلي بالكم، عشرات ومئات وألوف، وتلمذة بقى وتطبيق الشريعة والعبادة لله وخلق كوميونيتي، صح كده؟ فالدور ده غير خالص. كان مفروض ان في دور ثالث، انه عند مشارف نهر الاردن يخشوا ايه وياخدوا الارض. دور ثالث ده بقى، ده في بقى يعني معركه وصراع وحروب، حصلت شويه حروب صغيره كده في السكه، لكن اللي بقى اريحه بقى وعاي ومش عارف ايه، موسى ما دخلش، وقائد تاني عمل المأموريه دي، مظبوط. لكن لو كان بحسب الدعوة الأولانية، كان يبقى الدور الثالث ده دور ثالث خالص، فهو نفس الشخص في نفس الرؤية، الأدوار بتاعته تغيرت من سيزن لسيزن، من موسم لموسم، هو نفس الشخص، هو نفس الشخص، رؤية واحدة لكن الدعوة بيحصلها إيه؟ تتغير. عايزين نتوقف هنا عشان نكمل المنظومة دي لأنها جميلة قوي، وننزل بعد كده تطبيقات عملية في الواقع اللي احنا بنعيش به. اشكركم عشان متابعتكم، سامحوني ان هقفل على اصبعكم، الى ان نلتقي في حلقة اخرى. ربنا معاك ومعاكي. عايز اشجعك انك تروح للويب سايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv، هتجد كل الحلقات موجودة. الى ان نلتقي، ربنا معاك.